نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة الأهلي القادمة ضد المقاولون العرب بالجولة 34 من الدوري المصري، والقناة النقلة للمباراة وملعب المباراة وترتيب الفريقين ونتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين بالدور الأول. ويدخل فريق الأهلي هذه المباراة أمام المقاولون العرب وهو بالمركز الأول بالصدارة برصيد 78 نقطة حتى الآن، حيث لعب الأهلي 30 مباراة حتى الآن في الدوري، فاز في 24 مباراة، وفاز الأهلي في 24 مباراة وتعادل في 6 مباريات، ولم يخسر الأهلي في أي مباراة حتى الآن، ويتبقى له 4 مباريات حتى نهاية الدوري. وسجل الأهلي حتى الآن 58 هدف ودخلت شباكه 8 أهداف فقط. وبهذه النتائج يمتلك الأهلي أقوى هجوم في البطولة وأقوى دفاع في البطولة، وبهذه النتائج أيضا توج الأهلي بلقب الدوري لهذا الموسم 2022-2023. أما على الجانب الآخر، فريق المقاولون العرب يدخل هذا اللقاء أمام الأهلي وهو بالمركز السادس برصيد 44 نقطة. لعب المقاولون حتى الآن 33 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 17 مباراة، خسر في 7 مباريات، ويتبقى له هذه المباراة فقط على نهاية الدوري. ويخوض السويسري مارسيل كولر المباراة بتشكيل مختلف بفريق الأهلي، إذ سيدفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية، وقرر المدير الفني منح لاعبيه الأساسيين راحة من التدريبات بعد حسم لقب الدوري رقم 43 بشكل رسمي. أما عن موعد وتوقيت مباراة الأهلي ضد المقاولون، تقام المباراة يوم الأحد القادم بتاريخ 16/7/2023، وذلك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت، ويقام اللقاء على ملعب استاد المقاولون العرب. أما عن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، فقد انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي. وفاز الأهلي على فريق الزمالك برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي.